شو وين رايح؟ شو قال؟ عم يقول لي نادر ما كان بيعرف عنوان زوجها لروبا واهلها وحضرتك دليته. وانت كيف تدخل علي بهالطريقه هي؟ رد على قد السؤال. حبيبي انا ما شفته لهذا البطيخ تبعك من وقت ما كنا عندك بالمحل. كذاب كذاب، كان عندك هون بالمحل قبل ما يجي لعندي. وانت شو لك عندي؟ لك اخي اصلا هو كان بيعرف. هو كان بيعرف؟ لك تفو عليك. اطلع. لك انت شو عم تحكي؟ لك صلاح نادر خبرك؟ لك لا خبرني ولا شيء. من وقت ما شفته لنادر طالع من عنده لهذا الواطي من المحل عرفت انه هذا اللي صار. ما سمعته لنادر شو قال عندي بالمحل؟ عرفناها للمرأة، عرفنا ناسها وحباشاتها. ما استرجى يقول زوجها وأهلها لأنه ما له متأكد إذا عندها زوج أو أهل، فمعناتها هو ما بيعرف شيء، عم يبيعنا حكي بيع. وهشام شافه الصبح طالع من عند زياد، وأنا الجماعة أجوا زاروني بالليل. العمى شو واطي؟ سيدي بكل الأحوال شغلة مالها غريبة عليه. تعرف باليوم اللي عرف فيه إني رايح أتقدم لخطبة أختك وصال، يا أخي ما بعرف في شيء هيك جواتي انكسر تجاهه لهذا المخلوق. شو عمل معك؟ ما حكيت لي؟ لا ما في شيء، هيك شغله فاضي ما بينحكى فيها. يعني وكانه عم بيقول لي انه ما لقيت غير وصال. العمى بقلبه ما احقر له. لك خلص انسالي، يا شو بدك فيه بقى؟ اقطع له كرت. ماشي سلام. الله معه. الناقص لك ما انا زابله، لك شايله من عرضه كله على بعضه. ماشي استاذ نادر، مرد لك خبر المساء. شكرا شكرا ابو نص. هلا سلام. لبك معنا؟ لا ولو. ليش ما خليتهم يشوفوا بغرفة النوم؟ وليش برايك يعني؟ مالك شايف عبير ملقح على التخت؟ ايه كان بتقوم دقيقتين، ولا انت بدك تهربهم ومو عارفين كيف؟ عمي لو بدي اهربهم ما كنت جبتهم من الاساس يشوفوا البيت.
لك على كيفك، لأنه أنت عم تدفع الآجر. على كل حال حط ببالك إذا مو هنين غيرهم، وإذا مو غيرهم ما حدا، ولا أنت ولا هي إلكن قاعدة بهالبيت طالما ما في حبل. فهمت علي؟ لولو حبيبتي تقبري قلبي، الله يوفقك روقي. حاسلي لي روقي، كيف بدي روق في أبشع من هيك موقف؟ يا حبيبتي ما في أبشع من هيك. طيب طب خلص، إذا بفشي قلبك بالبكي ابكي يعني، بس أنا ما بدي هكي تنقهري، الله يوفقك. لك أنا يصير معي هيك؟ أنا اللي كنت أقول عنه أنظف وأطيب شب بالعالم؟ لك أنا حبيته من جوات قلبي، هي جزاتي، هي النتيجة. حرام عليك يا الله يوفقك، ليك العالم رح تطم علينا، الله يوفقك روقي شوي. ليكي احكي معه بس لا تفوتي عم تقاتلي دغري، تأكدي منه بالأول، فهمي الموضوع. ألو، مرحبا أمير، كيفك؟ ليك تتذكر نحن وقت كنا نقعد على الماسنجر ويصير، فهمت علي يمكن ما؟ ايه مشان الصور اللي اخذتهم ابقى احذفهم. ايه لا تكذب علي يا امير، بعرف انك اخذت لي شويه صور، ويمكن اخذتهم خصوصي مشان تورجيهم لرائد. كيف؟ ليك امير انا ما يعني ما بعرف هلا شو بدي اقول لك، بس انا اطيب وانظف من هيك، يا حرام عليك هيك بتعمل فيني؟ لا وحياة اهلي وحياة كل شي غالي عندي، لك والله العظيم ما ورجيته ياهن. ايه بعرف انك انت ما ورجيته ياهن طبعا لانه تزعلته. لك لا والله مو لانه تزعلنا. ما بهمني هلا، المهم انك انت اخذت الصور وكنت بدك تورجيها هون، بغض النظر شو اللي خلاك تبطل نيتك الطيبة ما بعرف شو، بس المهم انك انت فكرت بس لو للحظة. تعرف شو يعني اللحظة؟ ايه فكرت للحظة تعمل هيك بنا هلا. ماشي يا أمير بس. نوب ارميها من ايدك لشوف، ارميها. امي من شان الله تركيني بحالي. ها لا ما مو لازم لك تاخذني كفين والله، ارميها منك. شوفي قلت لك تركيني بحالي. ولا شوفي شو عم بيصير هون. تعال شوف ابنك مشرع سم الكراتي ومو هم واحدة مع الخجل بنوب لعمة بقلبه. خلص اهدي روقي شوي. تعي معي، تعي خبريني قليلي شو في شو صار؟ كله بسببك انت، لك على القليل كان يخجل لما يتزهرم هذا السم القاتولي وما يحسسنا انه عم ياخذ السيجاره، بس هلا شو استفدنا ما عاد خجل بنوب؟ لك هو كان ناوي يبطله. هلا انت حضرتك جبت له الدخان ورجع يدخن، شو استفدنا فهمني؟ لك مانك شايفتي قديش مقهور؟ افرضي ما انه مقهور، شاب بده يجرب، لو حتضلي تعملي معه هيك وتحكي معه بهذه الطريقه بحياته عمره ما رح يترك السيجاره من ايده. والله يا استاذ عمر طريقتك بالترباية أنا مو عاجبتني بنوب، بهذا الأسلوب الولد رح يضيع من إيدينا. هلأ ممكن نحكي بعقلانية. والله أنا ما بشبهك، مالي مثلك، الرواق هاد ما عندي إياه. خلص لك تركي شبي هالعمر، أنت لازم تكوني رايقة لحتى تعرفي تتعاملي مع المليون شيطان والمليون ملاك جواته، وقال لي تركي لي إياه. لك أنا موجود بهذا البيت، أنا موجود هون.
شو؟ ما رضيت تحكي شيء. مصرة ما تروح على المدرسة بكرة؟ مصرة. يلا بركي شوي تاني بجرب فوت لعندها بفهم منها شيء. يا ربي. بدي احكي مع ام زياد. اكيد ميس بتعرف شيء. نزلوا سوا من هون. ماما استني شوي سكري التليفون. هلا انا بفهم شو القصة. سكري التليفون. لعلمك هي الحادثة هي اللي رجعتني لعقلي. لما وصلت بالحقارة لهون ما قدرت. قلت له لا معناها لما راح أقدر أعمل هيك. هي رفيقتي وجارتي وحبيبتي. كسبيني ما قدرت. سامحيني نالا. لك والله راح موت. سامحيني. ليك أيمن هلأ الجو عنا بالبيت كتير مكركب فماني رايقة لهيك جدل الله يخليك. لك أنا ما القصة أني عم لح عليك لحتى تيجي تطلبني. أساساً إذا القصة بترجع إلي وللي جواتي فما بحس إنه في شي مستعجل. بس المشكلة إنه ردك هو اللي بيقهر. طيب أخي مثل ما قلت لك الجو عنا مكركب وما خرج أحكي هلأ بعدين من